التعليم عن بعد يعتمد على مصادر، فهو زي مثل التعليم النظامي. التعليم النظامي يعتمد على المنهج، إذا هذا أيضا يعتمد على منهج، يعتمد على المعلم، هذا أيضا يعتمد على المعلم، يعتمد على الطالب، يعتمد على الطالب. لكن في الوقت، ويعني بدون تحديد زمن مقيد، مثلا لابد ان الطالب يكون يحضر المحاضره المعينه من الصبح، يروح الجامعه لين الساعه واحدة ولا ثنتين، هاي لا، هاي الطالب هو حر. يعني البرنامج مفتوح، كل طالب عنده باسورد ويوزر نيم يدخل من خلاله على صفحته. الصفحه فيها محاضرات مكتوبه، محاضرات مرئيه، مسموعه، مقروءه، عده مصادر متنوعه تساعد في العمليه التعليميه، مثل القنوات التعليميه، مثل اليوتيوب برامج، مثل الفيديو كونفرنس. هي عباره عن فصول افتراضيه.